السلام عليكم. اليوم محل قناص الرهيب، عندنا لقاء مع الأستاذ علي مراد. السلام عليكم. السلام عليكم. مساك الله بالخير أستاذ علي، كيف حالك؟ طيب ما شاء الله، ما عندك وقت ها؟ الله يعطيك العافية. لو سهلة أبو حسين، نورتنا، حياك الله. نور وجودك والله، جزاك خير. الله يسعدك. طبعا الأستاذ علي مراد هو عنده قناة في اليوتيوب ينزل فيها شروحات جميلة ومتميزة على البنادق الهوائية بشكل مستمر، وهذا هدفنا. هدفنا أن نجي وننشر القنوات اللي تثقف العالم. بدون أي مقدمات نبغى ندخل في صلب الموضوع. أنت سبق ونزلت مقطع عن المسكة الصحيحة للرماية بالبنادق الكسرية، الكسر، المستجمات الكسر. نبغى تفيدنا، توضحنا أكثر بالنسبة للمسكة الصحيحة. هي الفكرة باختصار أن السلاح هذا فيه اهتزاز قوي جداً قبل تطلع الطلقة من السرطانة بكل بساطة. فأنت اللي ودك تسوي أن هذا الاهتزاز بدل ما يحرك السلاح في جميع الاتجاهات، تبي الاهتزاز هذا يعني أنت توجه الاهتزاز أنه يحرك السلاح باتجاه واحد اللي هو للأمام وللخلف. بهذه الطريقة ما راح تبتعد عن نقطة تصويبك. وكل المطلوب منك ايش؟ اول شيء توجد نقطه توازن السلاح، يعني ما تمسك المكان يطيح، تكون انا الحين ماسكه ثابت على ايد واحده. ثاني شيء نزله على كتفك بدون ما تضغط، ولما تمسك الستوك او البيستل جريب ما تضغط حيل، كل ما ضغطت زياده راح يقاومك السلاح ويتحرك. اذا جيت تضغط الاسناد اضغط، يعني في ناس تضغط بهذا الشكل حيل، هني انت راح تحرك السلاح. لا، اضغط ببطء الى، يعني هو السر يضغط. السر في زياده ضغطه الزناد انه يحرك السلاح، ما في اي شيء ثاني. لا ما في، راح يحرك لك السلاح ويفقدك الدقه. على هذا الاساس نقول لك الزناد الخفيف افضل، لانه مجرد ما تلمسه يرمي انت مجرد. وعلى فكره في حاجه ثانيه، قوه الزناد اذا صار ثقيل تخليك او تجبرك انك تضغط من هنا، واذا ضغطت من هنا السلاح راح يقاوم ويتحرك. انت اللي تبيه انه يروح ورا قدام بس من غير ما يتحرك عن يعني خط سير الطلقه. فالمطلوب انك تحط ايدك مثل ما قلنا، تحطه على كتفك على الخفيف، تظل طالع الهدف، تصوب، لما تسحب الزناد على الخفيف وتضرب. في ناس اول ما يضرب يترك ويطالع، لا، ظل ماسك الزناد ولو ثانيه بعد ما تضرب، ودائما حاول تخلي عينك على الهدف. يعني بعد ما ترمي حاول تشوف الهدف من خلال الدربيل او من خلال النشال مفتوح. يعني في ناس يرمي وبعدين يشوف وين على طول، هذا راح يخرب على دقه الرمايه عنده. اللي يسمونه هذه مرحله الفولو اب، ظل عينك على الهدف الى ان يعني تتاكد وين ضربت. ممتاز. طيب بالنسبه للشخص نفسه من ناحيه حبس النفس، حبس النفس انا يعني سمعت فيه اكثر من راي. في ناس يقول لك خليك بالهواء العادل بصدر، في ناس يقول لك خذ فل هواء، وفي ناس سمعتهم يعني صدق ولا تصدق يقول لك تفضل الهواء اللي بصدرك. اسمع ناس طبعا اللي يناسبك. حبس النفس ستاندرد في اي سلاح، سواء كان كسر او بي سي بي او حتى سلاح ناري، لازم تحبس النفس عفوا الى مرحله انك ترمي. بعد ما ترمي تنفس بسرعه، ما عندك مشكله. ممتاز. طبعا الاستاذ علي ما شاء الله اخذ المركز الاول في مسابقه سنايبر الكويت ابو فاطمه. في استفسارات كثيره بخصوص وزن النيشان، نبي نبذه بسيطه مختصره عن وزن النيشان. طيب ولا أسهل ولا أسهل. كلها درابيل اللي عندك؟ لا، هذا النيشان مفتوح، انا عندي منها. النيشان بكل بساطه انت سلاح هوائي، في 95% منها ما راح يتحرك معك نيشان امامي، عندك النيشان الخلفي والشغل كله عليه. انت ارمي طلقه طلقتين، شوفوا من موقع ضربتهم عن الهدف. خلينا نفرض الضربه ويسار الهدف، معناته انت تبي الطلقه تجي يمين. لو ممكن يعني يكون في توضيح على هذه القطعه البلاستيك اللي فوق تتحرك يمين ويسار من تحريك هذه العتله او العجله. طيب انت اذا حبيت ان الطلقه تروح يمين، هذه القطعه البلاستيك خلها تنزلق كلها يمين، شوفها من فوق، ما لك شغل بالمكتوب هنا ولا لك شغل بشيء، مع ان في بعض الاسلحه مكتوب عليها، ولكن المطلوب انك تحركها كلها يمين اذا انت حبيت الطلقه تروح يمين. واذا انت حبيت الطلقه تروح يسار ودها يسار. حبيت الطلقه تصعد حركها بحيث ان هذه تصعد كلها، حبيت الطلقه تنزل حركها بحيث ان هذه تنزل.
بكل بساطة. ممتاز، واضح، الله يعطيك العافية. طيب بالنسبة لوزن الرصاص، كل بندقية هوائية لها رصاص خاص فيها ومناسب فيها، نبغى تتحدث عن هذا الموضوع بشكل موجز. هو المشكلة شنو لما تقرأ على السلاح مثلا، يعني قبل أن نبين هذا السلاح مكتوب عليه 1000 بدل، لكن أنا أتحدى جميع المشاهدين لقناتك الطيبة إذا واحد قدر يجيب فيها 1000 بدل أو 960 حلقة، حتى لو كان وزن رصاص. لا أنا أتكلم عن رصاص، أتكلم ما يستخدم في بي إيه، يستخدم رصاص 7 جرين 7.5 جرين 8 جرين، مستحيل هذا الشيء. يعني السرعة أنساها، إحنا نتكلم عن الشيء الثابت اللي هو طاقة السلاح. طاقة السلاح تقاس بالجول أو بالفوت باوند، هي وحدات لقياس الطاقة. الجول عالم اخترع وحدات قياس الطاقة وسماها باسم جول، وفي فوت باوند اللي هو النظام اللي يستخدمونه في أمريكا. إنزين، كل ما يعني خلنا الحين طاقتها هذه خلنا نقول 14، أو أنا أساس أعطيك أرقام أدق، هذه طاقتها 30 فوت باوند اللي هي الكريكت الحين. يعني الطاقة يقصد فيها القوة، قوة السلاح. إيه قوة السلاح تأثير. والجول حاجة ثانية، والفوت باوند. الجول هي وحدة قياس الطاقة. لما أسألك شنو طاقة هذا السلاح تقدر تقول لي 30 جول أو اللي هي تعادل تقريبا 22 فوت باوند 22.5. مثل ما تقول المسافة كم ميل تقول لي 30 ميل أو تقريبا يطلعون بشيء 20 كيلو، وحدات قياس مختلفة. أنا أفضل أستخدم فوت باوند، النظام المتريك يستخدم الجول. خلنا نفرض بالجول، هذه 41 جول مثلا، إذا ركبت فيها طلقات 18 جرين اللي هي ثقيلة راح تكون السرعة تقريبا 870 بهالحرة. نركب فيها طلقات 14 جرين اللي هي أخف، راح تصعد معي السرعة يمكن 900، يعني ما أقدر أعطيك الرقم الصحيح بس 920 فوق. طيب ركب طلقات أخف راح توصل السرعة إلى 1000. الطاقة ثابتة لكن في علاقة مثل ما تقول عكسية بين الوزن والسرعة. طاقة السلاح ثابتة، يعني لو ركبت طلقة 18 جرين راح تطلع الطاقة 30 جول لكن سرعتها 870، ولو ركبت طلقة 14 جرين راح تطلع بسرعة حوالي 930 ولكن أيضا طاقتها اللي هي 41 جول ما تغير، طاقة الطلقتين 41 جول. عجيب، يعني ما له علاقة في الرصاصة زاد وزنها ولا خف. إيه تظل الطاقة ثابتة باستثناء بعض الأسلحة ما تمشي معها طلقة. طلقة داخل السبطانة راح يعني ما تكون متماشية، فالسلاح يفقد كثير من طاقته، ما لها علاقة بالوزن ولا لها علاقة بشيء. كل الموضوع ان الطلقة فعلا ما هي متماشية مع الاسلاح، لكن اذا متماشية راح تظل الطاقة ثابتة مهما اختلف الوزن، اللهم تختلف السرعة. طلقة خفيفة سرعة اعلى هي نفس الطاقة، وكذلك طلقة ثقيلة سرعة ابطا وهي نفس الطاقة. مصطلحات البنادق الهوائية، البنادق الهوائية لها اسماء باللغة الانجليزية، كثير من الهاوين والمستخدمين يجهلونها، يعني هالمصطلحات الانجليزية. ودنا تعطينا نبذة عن المصطلحات وش يقصد فيها. ودك نشرح على سلاح يعني التركيبة. نبدأ بهذا اللي يسمونه الكاتم بالإنجليزي مودريتر، هذا كلمة صح. بعض الناس يسمونه سايلنسر لأنه هو معدل الصوت المخفض، مودريتر. سبطانة بارل. النياشين يسمونهم هذا النوع ايرون سايتس، نياشين حديدية، أو أوبن سايتس، نياشين مفتوحة لأنها مفتوحة. الخشابة يسمونها الستوك، جسم البندقية. جسم البندقية. نجي للزناد يسمونه تريجر، والقطعة اللي تحمل زناد يسمونها تريجر جارد، حامي الزناد. البلاستيك الخلفي هذا يسمونه الربر بات باد، الانجليزي صعب شوي، بات باد. بس خليك بطيء شوي في الانجليزي عشان توصل بشكل. ربر بات باد اللي هي الربلة الخلفيه. عندكم المكان اللي يركب عليه الجسر، سواء كان بهذه الطريقه اللي هو ما ادري اذا واضح محفور على بدن السلاح، او يكون بارز بهذه الطريقه مثل ما تشوف هذا الجسر بارز، احنا نسميه هنا الجسر. باللغه الانجليزيه يسمونه سكوب ريل، ريل يعني السكه، السكه الحديديه. يبقى عندك البدن الحديدي هذا الاسطوانه، بالانجليزي يسمونها سيلندر او التيوب. داخله يوجد البستن، باللغه العربيه ضابط، هو بستن بالنون وباللغه العربيه ضابط او مكبس. او مكبس. طيب وراء المكبس او البستن موجود السبرينج، أو في حالة سلاحك كان نايترو بيستن يكون موجود نايترو بيستن. المجموعة هذه اللي هي السلندر والبيستن اللي داخله والجزء اللي يعطينا الطاقة سواء كان سبرينج أو كان نايترو بيستن، هذا يسمونه الباور بلانت، محرك الطاقة أو يعني مصدر الطاقة. البندقية الطويلة غالبا يسمونها رايفل. في بعض الناس يعني الأمريكان لسار الرايفل الكبير يسمونها هذه فول رايفل، إن السلاح هذا كامل.
في اللي اقصر شوي اللي يسمونهم الكارباين، للاسف ما معي الحين، اللي يصير كانها رايفل لكنها اقصر الاسلحه من ناحيه الطول. في عندنا سلاح يسمونه رايفل، اللي هو السلاح يكون كامل طوله المتكامل رايفل. وبعض يعني الناس في امريكا تسمي السلاح اللي يصير رايفل لكن كبير يسمونه فول رايفل، اللي هو السلاح يكون حجمه كبير. في الاسلحه اللي تشبه الرايفل لكنها اقصر يسمونها الكارباين او الكاربين بالاسباني كاربينا. طيب يجي بعدها الاسلحه اللي تصير قصيره جدا ويعني مدمجه اللي يسمونها البولبوب. بعض الناس في البولبوبس هذول يخاف ان السبطانه تكون قصيره، لكن لو تلاحظ انت السبطانه من وين ليه وين، كل اللي سووه انه رجعوا السبطانه ورا ورجعوا لك الاليه ورا بس، ولا هي يعني نفس الفكره. طبعا للتصويب الرايفل يكون دائما احسن، البولبوب يعني كومباكت حق من السياره ولا يعني في اوقات اماكن صعبه البولبوب يفضل. ايضا بالنسبه لمصطلح البي سي بي وش معناه؟ بي سي بي بري تشارج نيوماتيك، كلمه نيوماتيك وتبدا بحرف البي لكن تكون يعني لا تلفظ، معناتها اي شيء يعمل بضغط الهواء مع وجود صمامات. بري تشارج مسبق الشحن بالهواء. بالنسبه للكاليبر اللي هو العيار وتختصر ب سي اي ال كال، في عندنا اهم عيارين يعني مش منتشرين، عيار 4.5 وعيار 5.5. في اوروبا عندهم بينهم عيار 5، وموجود عندنا في الخليج حاليا عيار 6.3 اللي يسمونه عيار 25 بالانش، وفي فوقهم 7.6 و9 وفي اكبر. 5.5 قاعد يعطيك توصيل الطاقة، ثبات مع الهواء لان وزنه ثقيل اثبت مع الهواء، ولكن منحنى مقوس. عيار 4.5 قاعد يعطيك منحنى منبسط اكثر، ولكن الهواء يأثر عليه كذلك يفقد طاقته بسرعة. فسووا عيار بالنص اللي هو عيار 5 ملي أو عيار 20 بالإنش، لكن يعني منتشر عندهم في أوروبا، حتى في أوروبا انتشاره قليل، غالب العيارات منتشرة 4.5 و5.5. طيب أبو حسين وش علاقة السرعة في طاقة البندقية أو قوة البندقية؟ طبعا كل ما زادت الطاقة راح تزيد سرعة الطلق، ولكن مو معناته هذا أن السرعة هي مقياس لطاقة البندقية، بحيث انك انت لو جبت اي بندقيه هذه مثلا وركبت فيها طاقه 10 جرين راح تعطيك سرعه، ركب فيها طاقه 8.5 جرين راح تكون الطلقه اسرع، ركب 7 جرين اسرع كذلك، ركب البي بي اي 5 جرين راح تكون اسرع جدا. فانت لما تقول لي انا بحكم على السلاح هذا من خلال سرعته، فمثلا ممكن يجيك واحد يقول لك هذا سرعته 700، الثاني يقول لا والله ما جبت الصح سرعته 800، والثالث يقول لا والله سرعته 950، وكلهم صح، بس اي واحد فيهم ناخذ السرعه منه اللي نحكم فيها على السلاح، لان بمجرد تغيير الطلقه تغيرت معنا السرعه. فاللي يحكم فعلا على طاقه السلاح يسمونه الانرجي بالانجليزي، اللي هو الوحده قياس الطاقه اللي هي الجول او الفوت باوند، كل 13 جول تساوي 10 فوت باوند، تكون هي علاقه بين السرعه وبين الوزن والسرعه علاقة. كل يعني لكن يظل حاصل الضرب، طبعا هي معادلة، يظل حاصل ضربها ثابت مهما غيرت وزن الطلقة، خففتها راح تزيد السرعة وتطلع معك نفس النتيجة بالجول، ثقلت الطلقة راح تنقص السرعة يطلع معك نفس النتيجة بالجول. لكل طاقة راح تلقى فيه أوزان أفضل، طبعا هذه ما هي قاعدة عامة ممكن يكون فيها استثناءات، لكن بشكل عام إذا كان سلاحك مثل دلتا فوكس اللي هو تقريبا 4.5 باوند يفضل تستخدم له 7 جرين 7.5 او بي بي اي. اذا كان سلاحك تقريبا 9 فوت باوند فانت بين 7.5 وال 8.5. اذا كانت طاقه سلاحك 12 فوت باوند اللي هي 16 جول، هني انت تقدر تلعب من 8.5 عندك لل 10 جرين حلوين. اذا كانت قوه سلاحك فوق ال 12 فوت باوند اللي هي 16 جول وانت رايح، يعني مثلا هذول 14 فوت باوند اللي تقريبا 18 جول، اللي هي اغلب الاسلحه اللي يكتب عليها 1000 هي فعليا 14 فوت باوند، تقدر تستخدم معاها افضل شيء يكون لها 10 جرين. في كثير منها يتعامل مع 8 جرين و7 جرين تمام، لكن لما تركب عليها 10 جرين راح تحصل نتيجه افضل، حيث ان الطلقه ثقيله تحتفظ طاقتها مسافه اطول وكذلك تكون اثبت بالهواء ولعبها اقل. الشخص اللي يبي يشتري بندقيه هوائيه يسال عن ايش بالضبط؟ انت لو بغيت تشتري بندقية هوائية اول شيء تسوي اكبر خطأ انك تسأل كم مداها او كم سرعتها، لان السرعة ما هي مقياس لحكم الطاقة. انا اشوف اكثر الناس يجي المحل اول سؤال كم مداها،
ثاني سؤال كم سرعتها؟ طبعا المدى راح يكون الجواب 300 قدم اقصد عفوا 300 متر اللي هي تقريبا 900 قدم. 300 متر يا جماعه يعني خرازه ما توصل المسافه بقوه كافيه. فهذا الرقم انساه، لا تسال عن سرعه ولا تسال عن مدى. سلاح تحسب قوته من خلال طاقته، اسال كم طاقته بالجول او بالفوت باوند. سلاح الصيد الطيب تبدا طاقته من 12 فوت باوند وانت صاعد. انا اتكلم على عيار 4.5، اذا عيار 5.5 من 15 فوت باوند وانت صاعد. طيب هذه اول حاجه. ثاني حاجه طالعها في السلاح، هل يوجد فيه مخفض للصوت ام يكون فيه سبطانه من غير مخفض؟ مثلا هذه الحين سبطانه من غير مخفض للصوت، لكن هذه الفتحات مسوينها ليش؟ على اساس تشتت الهواء يمين ويسار وتطلع الطلقه بدقه اكثر. فهل في مخفض ولا لا؟ ثاني حاجه تسال عنها السبطانه مثل هذا تشوفها بلاستيك داخلها حديد، في سبطانات تجي حديد كامل هذيك جودتها افضل. في حاجه ما انقرضت هذيك؟ لا موجوده، بالعكس هي افضل السبطانات اللي تجي من حديد. لا اقصد انه بداوا الشركات يلعبون. اي لا هذا لا لتخفيض السعر، يعني انت مستحيل تاخذ سلاح بهذا الاداء وتبي سعره يعني خلينا نقول بالريال السعودي حوالي 800 ريال وتبي يستخدم لك كميه الحديد هذه. في حاجه ثالثه هذه يسمونها الشراوب، غطاء، بس غطاء يحمي السبطانه من داخل. السبطانه كهرباء، الشراوب هذا قد يكون مخفض للصوت وقد يكون مجرد غطاء لحمايه السبطانه او الاثنين معا. الشيء الثاني تلاحظه شغل الستوك نفسه، يعني في ستوكات مميزه مثل هذه، في ستوكات بلاستيك، طبعا البلاستيك للصيد افضل، هذا حق اللي يروحون ميادين شكلها احلى وايضا قويه. يعني من الاشياء كجوده حسب النوع، يعني في ستوكات بلاستيك افضل من خشب بكثير، وفي ستوكات خشب قويه جدا اللي ولا نوع من البلاستيك يعني يكون نفسها، ولكن الحين يعتمد على الاختيار الشخصي. انا شخصيا ما احب الخشب لانه ممكن يتجرح مثل ما انت شايف، مع اني انا محافظ عليها، وبعدين تدخل براغي اسرع، مع البلاستيك يصير فيه شد اكثر لان البلاستيك يعتبر مرن كانه سيل. الخشب ما هو مرن. ايضا الخشب كثير الحين من الشركات بدات تخلط معاه او بلاستيك بشكل خشب. اي لان في ناس تحب الخشب. يعني في شيء مهم اللي هو الزناد. الزناد يفضل يكون تو ستيج، يعني مرحلتين. التو ستيج يعني مرحلتين، المرحله الاولى يكون الزناد يتحرك مثل ما تقول في فراغ، مجرد اساس يحسسك انك انت بديت ترمي، الى ان توصل نقطه راح تحس فيها بمقاومه، ها انت جاهز للرمي. مجرد ما تضغط بعد هذه النقطه اللي انت حسيت فيها بالمقاومه، هذا يسمونه الستيج الثاني او المرحله الثانيه. الزناد تو ستيج دائما يعطيك دقه اكثر من السنجل ستيج او المرحله الواحده. كذلك طول المرحله، يعني في يعني خلينا نقول خصوصا المرحله الثانيه، يعني في اسلحه مجرد ما توصل المرحله الثانيه وقف صبعك حسيت بالمقاومه، مجرد ما تحركه ملي ضرب. في اسلحه ثانيه لا، اول ما يوصل المرحله الثانيه، المرحله الثانيه طويله، فاثناء ما ترمي بالمرحله الطويله احتمال انك تحرك السلاح شويه. فلو كانت المرحله الثانيه قصيره احسن. في زنادات ستيج واحد لكن ممتاز، مجرد ما تلمسه يرمي. وهذا من مثال على بندقيه مثلا. اعطيك مثال الليشي سنجل ستيج، بس مجرد ما تحط اصبعك يرمي. اللي هي الايدجان. اي. وفي اسلحه تقدر هذا يكون الزناد قابل للتعديل، بحيث انك انت تخلي المرحله الاولى بالطول اللي انت تبيه والمرحله الثانيه بالطول اللي انت تبيه. في ناس تسوي تعيرها كانها كلها مرحله واحده، تقصر المرحله الاولى الى اقل ما يمكن والمرحله الثانيه على طول تبدا تك فترمي. في زناد قابل للتعديل، بس اني اغير طول المرحله الاولى او طول المرحله الثانيه او كلاهما. في زناد قابل للتعديل اني اغير طول المراحل، كذلك القوه اللي انا تلزمني على اساس اني اخلي هذا الزناد يعمل. مثلا اكو سلاح انا اقدر ازيد قوه الزناد فيه الى 3 باوند، ان انا ما راح يرمي الا لما اضغط بقوه 3 باوند او يعني كيلو ونص او بالغرام كيلو ونص 1500 جرام. اي 3 باوند تقريبا اقدر انقصها. بعض الاسلحه اخليه 1 باوند نص كيلو، مجرد ما ارمي او مجرد ما احط اصبعي عليه يرمي.
طبعا الناس اللي تروح صيد تفضل الزناد اللي يكون تقريبا 3 باوند، شويه في مقاومه على اساس لا يرمي بالغلط. اللي هو الواحد باوند واللي اقل او الواحد ونص باوند هذول اللي يبون يرمون اهداف، مع يعني اذا انت تعودت عليه ما في مشكله. بالنسبه للجسر، الجسر لو كان بارز بهذا الشكل يكون افضل، لان الجسر لو كان محفور على بدن السلاح له قاعده معينه تمسك فيه، وكذلك مع هذه القاعده ما راح يعني يثبت الدربيل فتره طويله. وكذلك يفضل يكون في الجسر، أنا الحين ما يبين معي، يكون في فتحه على اساس اقدر انزل فيها سن التثبيت للقاعده، فهذا الدربيل ما يرجع لورا، لان في كثير من الاسلحه الهوائيه يبدا يرجع الدربيل من وراء خصوصا السبرينج. فيعني هذا بشكل مجمل اللي تسال عنه. ابعد عن السؤال عن كم مداها، وابعد عن السؤال عن كم سرعتها. بس في حاجه اساس نعرفها، السلاح اللي طاقته 12 فوت باوند اذا استخدمت معه طلقات 7.5 جرين تقريبا اقصى مدى له 50 متر. مدى القاتل قتل الرحيم يمكن يوصل ل 100 متر و 200 متر، بس المدى القاتل الرحيم 50 متر تقريبا. اذا كبرت العيار راح تقدر توصل اكثر فيه حتى ب 12 فوت باوند. مثلا بعد 100 متر لا زالت الطلقه ال 5.5 فيها طاقه اكثر من ال 4.5، مع انهم منطلقين بنفس الطاقه من السلاح. هذه منطلقه بطاقه مثلا خلينا نقول 12 فوت باوند، وهذه 12 فوت باوند. بعد 100 متر هذه طاحت ل 3 فوت باوند، هذه للحين فيها تقريبا 4 فوت باوند. ارقام افتراضيه طبعا. لما اخترعوا الطلقات هذه وصلوا الى قياسات كانت 1 2 3 4 ما ادري شنو، بعدين تتحول الى احرف بي، بعدين بي 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 اللي هو كان سابقا 1.7 او 1.8. حاليا حجم البي بي، لما تقصد حجم البي بي يقصدون الكره اللي قطرها 4.5 ملي اللي هو 1.77 يسمونها بي بي. لكن لان هذا السلاح حاليا يستخدم الكور صار مجازيا اي طلقه شكلها كروي يسمونها بي بي. طيب بالنسبه لمواد الصنع، هل هي اخف ولا نفس ما لها دخل؟ انا شفت بي بي من رصاص وزنه 8.5 جرين، وكذلك شفت بي بي من نحاس وزنه حوالي 5 جرين. يعني في مواد مختلفه، طبعا مو نحاس، هي كوبر كوتد من داخل ماده ثانيه، بس حاطين عليها الرصاص النحاس من برا على اساس تكون قويه، لان الماده اللي داخل ضعيفه ووزنها خفيف. الرصاص لا والله وزنه 8.5 جرام، بس انا احبهم لان الرصاص لين، لما يضرب الهدف ما راح ينعكس، يفرش يفرغ طاقته، يعني يشتت طاقته فما ينعكس. الكرات الستيل، الكرات الكبر كوتد المغطاه بالنحاس تضرب وتنعكس وقد تكون مؤلمه. يعني هو في الاشكال غالبا يعني المنتشره اللي يسمونها الطبله او الفلات نوز او الواد كاتر اللي هي المسطحه من الامام، هذه حلوه حق مسافات قريبه ترمي فيها اهداف. ليش يحبون يستخدمونها للمسابقات؟ لان لما تقطع في الورق تقطع دائره كامله. الحلو فيها لو ضربت فيها هدف تفرغ طاقه كثيره لانها مسطحه من الامام، لكن ما عندها قدره على الاختراق كثيره. في النوع الثاني المدبب، هذا قدرته على الاختراق في الغالب اكثر، ولكن عيبه على المسافات يفقد الدقه، تبدا الطلقه تتحرك وتلعب. النوع اللي انا اشوفه اكثر نوع يتحمل انه يكون دقيق على المسافات البعيده ذو الراس الكروي يسمونه دوم هيد. وطبعا هذا يعني تلقى الطلقات الزينه الاكزاكت وهذا كلها او اغلبها تكون دوم هيد. في نوع صاير بين المدبب وبين الدوم هيد اللي يسمونه دوم بوينتد، اللي هو يصير راس كروي لكن فيه نوع من الـ يعني خلينا نسميها احنا بالكويت نسميه البوز، نوع من الـ يعني البوينت كانه فيه سهم بين السهم والكروي. هذا النوع يعني يعطيك بين البحرين مثل اتش اند ان باراكودا ماتش، اتش اند ان باراكودا ماتش يكون تلقاه بين الكروي بين المدبب، يعطيك بين البحرين. الجوده عاليه غالبا، لما تشوف الرصاصات كلها عند بعض تلاقيها ما فيها انطعاجات ولا شيء، تلاقي كل الرصاص مصبوب صف حلو، وهذا غالبا يبين لما تركب الطلقه في السبطانه ما راح تلقى فيه انبعاجات. حاجه ثانيه توزيع الوزن في الطلقه كلها، يعني لو خلنا نفرض كبرنا الطلقه هذه سويناها حجم عملاق بحيث نقدر نطالعها وقطعناها بالنص وزنا هذا النص وهذا النص راح نلقاها تقريبا نفس الوزن. اما في شركات تصنع الطلقات لو تقطعها بالنص هذا وزن وهذا وزن، فهذه الطلقه يكون مركز ثقلها ما هو بالوضع الصحيح، وانت ترميها تروح يمين يسار عاد انت حظك.
كذلك راح تشوف ان بعض الطلقات لما تجي تستخدمها مع السلاح نفسه، كل طلقه لما تدخلها بالفتحه راح تستخدم نفس الضغط من اصبعك عشان تدخلها. تجي حق يعني حق انواع ثانيه من الطلقات، تدخل الطلقه الاولى بسهوله، الطلقه الثانيه ما تدخل بدون مبالغه، ما تدخل، حجمها اكبر، الطلقه الثالثه نص نص، يعني القطر او يعني محيط الدائره اللي سووا فيه الطلقه ما هو متساوي، وانسى تاخذ من هالطلقات دقه. افضل رصاص هو الرصاص اللي يمشي مع الجواب الصحيح، افضل رصاص هو الرصاص اللي يمشي مع السلاح. انا اعذرني على الاسئله. أيه. هذه اسئله المتابعين. أيه. اسئله انا ادري، بس يعني انا هذا اللي بوجهه للمتابعين. افضل رصاص هو اللي يمشي مع سلاحك، بحيث حتى لو كانت الطلقه متزنه وكانت مضبوطه من ناحيه القياسات ممكن ما تمشي مع هذا السلاح. انا مثلا طلقه العشرة جرام الاكزاكت اللي تمشي مع اغلب الاسلحه ما مشت مع القام والريبلاي، مشت طلقات ثانيه ما تمشي. وقد جربت مره نوع من الطلقات توقع، طبعا ما راح اذكر اسمه، توقعت في حياتي ان هذا النوع مستحيل يمشي مع اي سلاح في العالم، حاطه في جنطه طلقاتي او عده الطلقات اللي عندي مجرد تكمله عدد. وفي يوم من الايام مع سلاح معين شفته يجمع تجميع خيالي، فاكتشفت ورحت شريت منه على فكرة مع انه رخيص جدا. طيب، وشريت منه لهذا السلاح وعبيت حقيبة هذا السلاح من هذا النوع من الطلقات لانه كان يمشي معاها احسن من احسن انواع الطلقات. ما توقعت بيوم انه راح يمشي مع السلاح. طيب ابو حسين، عطنا فكرة عن الدرابيل. الدرابيل بشكل عام في منها نوع مخصص للاسلحة اللي فيها نفضة او اهتزاز، وهذا طبعا يكون غالي، يفضل تركبه على اسلحة الكسر أن فيها اهتزاز. مثال اللي أنا شفتهم الهوك واليو تي جي مثلاً، ركبتهم على الكسر طولوا. نبي شيء أرخص شوي. القامو يتحمل لحد معين، لكن القامو حالياً بسبب السلاح نفسه لما تركب عليه دربيل القامو يطول شوي، لأن حطوا فيه يعني الأسلحة الجديدة فيها آليات امتصاص الصدر. لكن الأسلحة البي سي بي في الغالب ما راح تفرق معاك كثير شنو تركب عليه من دربيل لأنه ما فيه اهتزاز. اللهم الدربيل نفسه أنت لازم تشوف مواصفاته، يعني لما تلقى عليه الأرقام مكتوب مثلا على كل دربيل في مكان معين، مثلا هني 3×9×32، 32 الرقم الأخير معناته قطر العين الأمامية، 3×9 يعني أقل زوم، 3 أكبر زوم 9. حلو. من المواصفات الحلوة أيضا في الدرابيل انه يكون فيها تعديل التركيز الامامي، هذا الفوكس، وقد يكون سايد وايندر تعديل التركيز مني، بحيث شنو انت لو اعطيت الفول زوم وحاولت تنظر في الدربيل بالمسافه قريبه مثل هذه، لو انت حاولت تطالع في الدربيل زوم عالي من مسافه قريبه راح تشوف الصوره ضبابيه. اذا كان في تعديل التركيز راح تقدر تشيل هذه الضبابيه من السلاح، بينما لو كان مثل هذا الدربيل ما في تعديل ضبابية، ما في فوكس، فلو عطيت الفول زوم من مسافة قريبة ما راح تشوف الهدف عدل، راح تضطر انك تصغر الزوم او تنقص الزوم. في من مميزات الدربيل البرج، يكون هذا برج يسمونه يعني قابل للتعديل. الحين الفرق بين هذا الدربيل والدرابيل الرخيصة هذه تجي لما تحرك البرج، هذا برج اولا يسمونه برج صيد، لو تشوفون عليه ارقام بحيث وانت ترمي مثلا مسافة 100 متر انا ادري ان مثلا لو وفر له 15 كليك وانا ما عندي مشكلة افره. طيب، رميت الهدف المسافة معينة، ابي ارد على تصفيري القديم، مجرد ارد على الرقم الاول اللي انا معيره على الصفر، انا الحين ماني خايف اني ارمي ثاني مرة راح اجيب الهدف بالضبط. ليش؟ هذا الدربيل لما الحركة فيه دقيقة، لو حركت كليك واحد، الكليك الواحد في كل مرة راح يكون يحرك الشبكية من داخل بنفس المسافة وراح تتحرك على طول بنفس الوقت. بينما في الدرابيل الخفيف الرخيصة لما تحرك الكليكات، خلنا نفرض حركت 10 كليكات فوق، جيت نزلت 10 كليكات تحت، ما راح يرجع الدربيل في وضعه القديم. 10 كليكات فوق ما تساوي 10 كليكات تحت، ممكن تساوي 8 كليكات. كذلك لما تحرك ال 10 كليكات بهذا، تحرك على طول 10 كليكات في الدرابيل الرخيصة، انت تحرك 10 كليكات لازم ترمي 3-4 مرات على اساس الاهتزاز هو اللي يخلي لك الدربيل الشبكه تتحرك. ممتاز. طيب، وش الفرق بين النايترو بيستم والسبرينج؟
هي نفس الفكرة، إن في عندك هني ضغط، بدل ما تحركه بسبرينج تحركه بالنايترو بيستن اللي هو عبارة عن أنبوبة فيها غاز مضغوط. بدل ما أنت تعبي طاقتك، أنا الحين لما أكسر شو اللي قاعد أسوي؟ أفرغ طاقة يدي في السبرينج لحد ما يمسك في الإزناد. بدل ما أحط السبرينج أحط ضغط نيتروجيني، هو عبارة عن أنبوبة فيها نيتروجين مضغوط. أنا بدل ما أضغط السبرينج أضغط النيتروجين الموجود داخلها، غاز النيتروجين الموجود في الجو هذا. المميزات: دقة أكثر، صوت أقل، اهتزاز موجه كأنك تطبق المسكة المدفعية، لأنه هو أساساً يتحرك للأمام والخلف بس، بينما السبرينج يتحرك في جميع الاتجاهات. كذلك في ميزة بالأسلحة اللي فيها نايترو بيستن، أغلب الأسلحة الكسر صعب أنك ترمي فيها من على مخدة أو شيء كذي أو مقاعدة، ما راح تعطيك دقة. بينما بالنايترو بيستن راح في كثير من الأسلحة اللي فيها نايترو بيستن ترمي من مخدة عادي. النايترو بيستن على المدى البعيد عيب؟ هل في شيء في ضرر؟ ايه نعم، مثل السبرينج، حال السبرينج راح تنقص طاقته بعد مدة ولازم تبدل. يعني كجودة، يعني كثرة الاستخدام، هو نفس السبرينج. نفس السبرينج، بالعكس في بعض الأسلحة اللي فيها سبرينج قوي جدا يطول، يعني مثل فايروخ أنا أعطيك مثال، يطول عمره أكثر من النايترو بيستن. ولكن يعني في شيء مقابل شيء، أنت قاعد تأخذ من النايترو بيستن دقة، صوت أقل، طاقة أعلى على نفس الحجم، يعني كل شيء بحسابه. يعني تنصح بالنايترو بيستن؟ والله انا يعني الاسلحه اللي لو الحين لقيت سلاحي نايترو بيستم سبرينج راح اخذ في الغالب نايترو بيستم. افضل سلاح نايترو بيستم استخدمته؟ جاو شادو الاي جي تي عيار 5.5، اعطتك نتائج كويسه من ناحيه الدقه وقوه الوسط، وايد حلو. مسوي في فيديو يمكن رابي في 100 متر، يعني كانت الامور سهله. طيب الله يعطيك العافيه ابو حسين، والف شكر على هذه المعلومات القيمه، وشاكر جهودك في اليوتيوب تنزيلك المقاطع بشكل يومي. طبعا انا مقل جدا 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 في قناتي، واصلا توجهي يعني اتكلم بشكل عام واتكلم عن الحاجات او الاشياء اللي من النادر تطرقوا لها، لي توجه يعني في الايرسوفت والبينتبول. الله يشوف، انا قناتك انا اتابعها وانا مستمتع فيها صراحه. الله يعطيك العافيه، هذا شرف لي بصراحه ومنورني. الله يعطيك العافيه. طيب ختاما، أنا أنصح وأحث جميع المتابعين أنهم يشتركون في قناة أبو حسين أخونا علي مراد. إن شاء الله راح أحط لكم رابط قناته تحت، وعلى طول كلكم روح اشتركوا في قناته. عندي كلمة أخيرة. أسلم. السلاح الهوائي سلاح حلو، ويعطيك يعني في الصيد في مثل ما تقول حدود معينة، لكن تقدر تستخدمه في غير الصيد للأهداف، وراح تكون المتعة فيه أكثر. بالنسبة للإخوان اللي يصيدون، يعني أنا شايف ناس تصيد أعوذ بالله يعني إسراف، كأنه نوع من الفخر، كأنه فيه يعني لا حد يزعل مني، كأنه فيه عنف ويبي يطلع بهالطيور الصغيرة المسكينة. أنا غيّر أصيد، بس من يوم إني صغير أبي أصيد مثلاً اليوم لنفسي 4-5 طيور اللي هي باكلها وقفنا، صاحبي اللي يطلع ما يصيد له 4-5 ثانيين، إحنا استمتعنا وإحنا ما قضينا عليه. أما أنا أشوف ناس تصيد طيور بالمئات، بعض الأرقام توصل لألف، وانا ادري انه راح يطبخ هالكثر ويقط الباقي. لا بيحجونك بعض، نقول احطها في الثلاجه لبعد سنه سنتين، وانا اتوقع انه ما جاي اطلع اصيد ثاني مره. لا تقضي على الطيور، يعني احنا صار عندنا بسبب اسراف بالصيد حطوا علينا بالكويت قوانين للصيد، هي قوانين مجحفه الصراحه، ولكن انا ما الوم اللي حطها، لانه لما يشوف الفيديوهات اللي الناس تنزل ويعني يتفاخرون بهالشيء ويثنون على بعض قواكم الله والله يعطيكم العافيه بسبب الصيد الجائر هذا، في ناس راح تشوف يقول لك حرام. يعني ما هو انا دائما انزل عندي في الانستغرام واعلق انه الناس كثروا من مقاطع الرمايه الحره. ارمي يا اخي رمايه حره على اهداف، ولا تخلي كل المقاطع اللي عندك صيد صيد صيد، تنزل صيد بعدين لما يشوفها المبتدئ يروح يصيد وهو ما نيته بالصيد، بس انه يتفاخر انه قدر يصطاد. وفي ناس يعني للاسف كأنه يحاول يختبر قوة نفسه بأنه يقتل هذا الحيوان للأسف، يعني فهو طالع صدقني يصيد الحمامة وما يأكلها، هو بس يبي يتحدى نفسه، هل أنا راح أذبح هذه الحمامة ولا لا؟ طيب يا أخي أنا قاعد أحط أهداف بحجم الدرهم الإماراتي أو 100 فلس ومن مسافات وارمي عليها، هذا تحدي للنفس من غير ما أقتل الطير. والله إني أمر على طيور أوقات الطير يعني من مسافة لو بإيد واحدة أرمي، ومع هذا أخليه يروح. في طيور معينة تنزل عندي أدري ما توكل ولا لحمها ما هو طيب،
خلاص اترك. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. هذا بصراحة هذا المفترض، ليت الكل يسمع هالكلام. والله يعطيك العافية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الآن خلصنا اللقاء، وهذا ميدان الرماية في قناص الرهيب. أمانة من أجمل ميادين الرماية اللي شفتها إلى اليوم. اللي حاب يجي يرمي ويستمتع ويوزن أبد مفتوح، ويستقبلونكم في أي وقت.